في موضوع آخر مشاهدينا، أعلنت وزارة السياحة إتاحة تأشيرة الزيارة لثماني دول جديدة إلكترونيا أو من المنافذ، وتمكين تأشيرة الزيارة للأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة والأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء. حيث أشار وزير السياحة أحمد الخطيب إلى أن الخطوة الجديدة تأتي استكمالا لمسيرة المملكة بفتح أبوابها للعالم، لافتا إلى أنها خطوة تقدم تجربة سفر سهلة وميسرة للجميع. حيث أوضح بيان وزارة السياحة أن بإمكان مواطني أذربيجان وألبانيا وأوزباكستان والمالديف وجنوب أفريقيا وجورجيا وطاجكستان وقرغستان التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة اتساقا مع استراتيجية السياحة في المملكة وتطلعات رؤية المملكة 2030.